بيكم مشاهدينا، اهلا بحضراتكم في ثالث فقره معانا في حلقتنا النهارده. الاشجار بتعتبر لوحه فنيه جميله كامله ومتكامله نظرا لجمال مظهرها وجمال شكلها وهيئتها، ويمكن الاشجار من النباتات طبعا بالتاكيد اللي بتحتاج لعنايه ورعايه خاصه جدا على حسب حجمها وشكلها وقد ايه فتره نمو هذه الاشجار، فبالتالي الاشجار بتبقى محتاجه لعنايه خاصه جدا واهتمام كبير جدا، وممكن نستغلها في ان احنا نجمل بيها الطرق، نجمل بيها الشوارع المختلفه. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم ومشروع مهم جدا عن التشجير الاستثماري للطرق مع ضيفنا اللي بيشرفنا دكتور طه رمضان الخبير الاقتصادي. اهلا بك يا دكتور. اهلا يا فندم، واهلا باسره البرنامج والقناه، اهلا بالشعب المصري كله. اهلا بحضرتك. اهلا بك. فكره مشروع حضرتك يمكن فكره جميله جدا ان احنا نستغل الاشجار ونجمل بيها الطرق ونستثمر ده بشكل ايجابي جدا، كلمني عن فكره المشروع بشكل متكامل. هي بدايه فكره المشروع نتجت من اتجاهين او من حالتين. الحاله الاولى التطور الهائل في الطرق اللي تم انجازه في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بقى في عندنا مساحات شاسعة على جانبي الطرق ومساحات طويلة بالكيلومتر عالية جدا غير مستغلة، ده جانب. الجانب الثاني عندي في المناطق السكنية أو الأماكن العمرانية خاصة في المدن الجديدة في مساحات في الطرق مش بسيطة، وطبعا فيها أشجار زينة وكذا نوع من الأشجار بهدف عملية تلطيف البيئة أو إعطاء لون أخضر أو شكل جمالي يضيف إضافات معنوية للمجتمع أو للمدينة. فهنا عندي حاجتين. الحاجة الأولى نحن نقدر نعمل استبدال أو تدعيم لنحول الشجر الأخضر ده أو اللون الأخضر ده نفس اللون الأخضر بس يبقى مثمر أو منتج. تمام. يعني أنا اللون الأخضر هحتفظ بيه والشكل الجمالي هحتفظ بيه بس هحوله لعملية استثمارية. استأذنك يا دكتور، يعني أنا أسفة على المقاطعة، ولكن طبعا إحنا عارفين إن الأشجار والنباتات لها علاقة وطيدة جدا بالمناخ وحالة الجو، وإحنا كلنا بنشهد دلوقتي يعني حالة جوية وارتفاع في درجات الحرارة خلال هذه الأيام، فحابين نطمن أكتر على حالة الجو ونعرف بعض النصائح اللي حابين نقدمها لكل المزارعين لتجنب درجات الحرارة المرتفعة. هنعرف ده من خلال طبعا مداخلة الدكتور محمد فهيم المدير التنفيذي لمركز تغير المناخ. صباح الخير دكتور محمد، برحب بحضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على حضرتك وعلى كل المدربين. اهلا بيك. طمنا دكتور على حاله الجو والموجه الحاره اللي احنا بنشهدها خلال هذه الايام، الى اي مدى ممكن تاثر تاثيرات سلبيه على الزراعات، ونصيحه مهمه جدا من حضرتك لكل المزارعين خلال هذه الفتره. تمام. هو للاسف الشديد احنا دلوقتي في بدايه موجه حاره، وديت نادرا ما تيجي، احنا تقريبا في وسط في منتصف فصل الشتاء. نعم. فعشان يجي موجه حاره مش دافئه، يعني درجات الحراره فيها تتجاوز في معظم الانحاء ال 30 درجه، بنتكلم على النهارده تحديدا 32 33 درجه في القاهره والوادي البحري، بنتكلم على 35 درجه في مصر الوسطى، بنتكلم على 36 درجه في مصر العليا وفي الصعيد، معناه تقريبا دي درجات الحراره فصل الصيف وليس فصل الشتاء. نعم. المشكله الكبيره ان الموجه دي هتستمر حتى يوم الخميس بالنسبه للوادي البحري والقاهره، واقصى درجات حراره فيها تكون يوم الخميس حوالي 33 34 درجه او 35 احيانا، وهتستمر يوم الجمعه بالنسبه لباقي المناطق اللي هي مصر الوسطى والصعيد وخاصه جنوب مصر، ودي هتستمر فيها لغايه يوم الجمعه، وتقريبا هتوصل فيها ل 36 و37 درجه. 36 و37 واحنا في شهر في اول مارس، يعني يعني تقريبا ما زلنا في فصل الشتاء، معناها ان جميع الزراعات الموجوده وهي محاصيل شتويه في الاصل، سواء كان محاصيل حقليه قمح او شعير او المحاصيل الحقليه المعروفه او محاصيل خضر زي البطاطس والطماطم والفلفل والباذنجان او محاصيل طبيه ناتريه زي الشمر وغيره، كل المحاصيل دي في الاساس محاصيل يا اما شتويه يا اما عروات شتويه، فبالتالي اي ارتفاع في درجات الحراره هيأثر عليها سوف يؤثر بطريقه سلبيه جدا على انتاجيه ونمو هذه الحاصلات كلها بدون استثناء. وده اللي احنا بنحذر منه، ان ده جزء كبير من موضوع تغير المناخ، اللي دايما نقول ان تغير المناخ يستدعي ان احنا ناخد اجراءات اكبر بكتير من اللي انا بقوله دلوقتي، ان احنا نغير عروات ونغير مواعيد العروات ونغير اصناف ونغير حاجات كثيره جدا مطلوبه في قطاع الزراعه عشان نقدر نتلافى المشاكل الكبيره اللي بتحصل بالنسبه للمناخ. المهم هو ارتفاع الحراره دي واستمرارها لمده 3 4 5 ايام
لازم يقابلوا بعض الاجراءات المهمه جدا اللي المزارعين ياخذوها على حسب المحصول ومعاد الزراعه وعلى حسب المنطقه. معظم الحاصلات الموجوده يجب العنايه الفائقه بموضوع الري. موضوع الري دي حاصلات شتويه واخده على المحصول متاقلم على ظروف الجو الشتوي، الحراره المنخفضه، فبالتالي اي زياده في الحراره بتدفع معظم المحاصيل الموجوده الى النضج المبكر. النضج المبكر للحاصلات خضر او طبيه عطريه معناه نقص في الانتاجيه، لان هو هينضج مبكرا من قبل ما يبني الماده الجافه اللي هيتحط في الجزء الاقتصادي. فبالتالي لازم ان انا اقلل الفترات ما بين الريات بكثير في الصيف بالظبط، يعني الناس متعوده تروي كل 8 ايام، كل 10 ايام بالغمر، كل اسبوعين، لا لا، ان انا اخلي تقريبا نص الفتره دي. يحدث اجراء ري سريعه على معظم المناطق، معظم مناطق الجمهوريه المزرعه بكل الحاصلات ايا كان، ري سريعه جدا النهارده كتير قبل ما يخش في الموقع الحر، بحيث النبات يبقى فيه كميه رطوبه حوالي يقدر من خلالها يقاوم درجات الحراره اللي هترتفع خلال اليومين او الثلاث ايام اللي جايين لاكثر من النهارده كمان. يبقى اذا ري سريع على جميع المستويات في جميع انحاء الجمهوريه لجميع الزراعات ايا كان نوعها، ايا كان معاد الزراعه، ايا كان نوع الري، لازم في ري سريعه جدا خلال النهارده بالتحديد، والنهارده دلوقتي يعني مش النهارده اللي بعد الظهر او بكره. ده البند الاول. البند الثاني اجراء رشاق بالمغذيات المكثفه، وخاصه المغذيات اللي تحتوي على العناصر البوتاسيوم والمغنيسيوم بالتحديد، لان معظم الزراعات زي البطاطس وزي الطماطم وحتى القمح في مرحله بناء الماده الجافه، وبالذات القمح دلوقتي في مرحله الطور العجيني، لان يعني بيبتدي فعليا الماده الجافه، فيجب اجراء ده. يعني في العلم انه مش شغالين على كده، بس ده اجراء مهم جدا، ان لازم يبقى في رشاق بالمغذيات اللي تحتوي على عنصري البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، الثلاث عناصر دول في اسرع وقت ممكن، ويكون على الاقل جدا الرشه دلوقتي ورشه بعد انتهاء الموجه الحاره اللي يعني هنتكلم عليهم السبت يوم الاحد اللي جايين ان شاء الله. نعم، انا بشكر حضرتك جزيلا دكتور محمد فهيم المدير التنفيذي لمركز تغير المناخ على هذه النصائح القيمه اللي بتقدمها لكل المزارعين، وان شاء الله باذن الله فتره الارتفاع درجات الحراره تعدي بكل سلام على كل المزارعين، وما يحصلش اي تدهور للمحاصيل الشتويه اللي بيتم زراعتها خلال هذه الفتره. شكرا لحضرتك جزيلا يا فندم. شكرا لك دكتور طه، برجع معاك مره ثانيه، ومره ثانيه بعتذر عن المقاطعه، ان كانت مداخله هامه لازم طبعا نقدمها علشان نستفيد ونفيد كل المزارعين طبعا حول اهم التوصيات يعني خاصه بالزراعات خلال فتره ارتفاع درجات الحراره. ارجع معاك ثاني وفكره المشروع واستخدام بقى الاشجار لتزيين. قبل ما اتكلم فكره المشروع نفسها، احنا بنطرح فكره، اما المشروع في حاله تبنيه من اي جهه على استعداد كامل لعمل دراسه جدوى تفصيليه تحت تعاون إرشادي من وزارة الزراعة، ومتصل بتعاون أو بتنبيهات أو تعليمات أو تجميع معلومات من جهات البيئة كلها، بالتواصل مع جهة الطرق، بالتواصل مع هندسة الطرق، بالتواصل مع الجهات الأمنية. يعني الدراسة على أساس أي حد هيسمع الفكرة ممكن ينتقد بعضها والفكرة تموت خلاص، ولكن هي الفكرة أنا طرحها كمشروع قومي ولخدمة بلدنا ولخدمة كل الوطن العربي لو حد حابب يقررها في أي مكان. أنا أقصد أقول إن أي فكرة الفكرة هتطرح، أي تبني من أي جهة للمشروع أنا على استعداد عمل دراسة كاملة وافية من جميع الجهات تحت الدراسة الفنية بالكامل تحت إرشادات وزارة الزراعة، وبعد كده بالتواصل مع كل الجهات اللي لها صلة بالطرق، سواء الطرق الخاصة بالمناطق العمرانية أو الطرق السريعة بين المحافظات. تكلفة المشروع دكتور ممكن توصل لكام تقريبا؟ هو زي ما انتاج المشروع بالمليارات هتبقى تكاليفه تدخل في نفس الحيز، ولكن احنا هننفذه على مراحل. هتكلم على الشق الاول اللي هو الطرق السريعه بالمحافظات عشان ما يحصلش تداخل لدى المشاهد او يحصل عمليه تعويم للمعلومه. احنا هنبدا بين المحافظات، بين كل محافظه ومحافظه معروف كم كيلو. انا هتكلم على الاستثمار الكيلو الواحد. اما عمليه تكلفه وعمليه انشاء، احنا مش هنعمل البلد او الجمهوريه كلها مره واحده، هيتم على مراحل. المرحله الاولى هناخد طريق معين، وهيكون في فتره زمنيه بين الطريق اللي تم انشاؤه، او انا بتكلم على شجر النخيل بالاخص، لعامل تاني هقوله دلوقتي. بالنسبه لشجر النخيل انا هنتج حاجتين، انتاج الفسائل وانتاج البلح. انتاج الفسائل عشان احدد او اتنفذ مرحله واحده، المرحله دي اخد منها فسائل اغذي باقي الجمهوريه على مراحل حسب الانتاج، عشان اتفادى اموال الدوله انها تنفق بشكل تضخمي او كبير في الشكل الاول، وتبقى في فتره على الانتاج فيحصل عمليه طول لفتره الاسترداد. اما عمليه النخيل فهتتم بالنسبه لتكلفه الكيلو الواحد، احنا عندنا كذا نوع من البلح، زي ما في كذا نوع من البلح في كذا سعر الفسائل بتاعته.
الكيلو الواحد لو احنا جينا للطرق الكبيره، بنتكلم على الطرق ناحيه استثماريه مش مجرد شجرتين هحطهم وابص على شكلهم. يعني انا شفت نماذج كتير ومصور معايا نماذج كتير جدا من امام بيوت في التجمعات، انا ساكن في القاهره الجديده، فهناك عشان مصور كل المنطقه اللي فيها نخل، فالبيت اللي قدامه 5 نخلات 6 نخلات، وفي القاهرة جنب شارع 90 برضو ألاقي شارع فيه نخل كتير ولكن بطريقة غير استثمارية. أوه. هي دي المشكلة. فأنا عندي هنا بضيع مية، ودي تعتبر خسارة اقتصادية، في إهدار للمية، في إهدار للمية، والمية تمثل ذهب. يعني أنا لما برمي المية دي في الشارع بالأخص كأني برمي ذهب في سلة مهملات. صحيح. لأن المية هي الحياة، المية هي الدم. فأنا عندي هنا بتكلم على ان انا الميه اللي بتهدر على النخيل او الشجر بدون قيمه اقتصاديه فهو خساره اقتصاديه. العامل الزراعي اللي بيشتغل وبيروي ويعمل بدون بياخد مرتب من الدوله بس ما فيش انتاج غير المنظر او الشكل او الجو البيئي، ده يعتبر خساره اقتصاديه. استغلال الارض بدون ناتج اقتصادي او اضافه للاقتصاد بتاعنا يعتبر خساره اقتصاديه. هخرج من المناطق السكنيه واتكلم عشان وقت البرنامج بالنسبه للطرق. طبعا لو اتكلمت على المساحات كلها انا كنت بتكلم او حاطط في دراستي الاول محافظه اسكندريه لان بيربطها بينها وبين الجمهوريه طرق كتير جدا. واتكلمت ان في بخصوص كنت متكلم من يومين في المؤتمر العربي الدولي على نفس الموضوع، فبيربطها بباقي المحافظات ما يفوق 10,000 كيلومتر. فانا هتكلم على تكلف على المتر الواحد. المتر الواحد لما سالت الناس بتوع المشاتل او المزارع او تواصلت مع الناس لسه لحد دلوقتي بدرس فكره، فلقيت قالوا لي المسافه الامثل بين النخله والثانيه من 6 ل 8 متر. من 6 ل 8 متر. انا عملتها على 8 متر. في ناس تنتقد هتقول المسافه قليله، احنا عندنا ارض قطعه ارض بسيطه فيها مكان 13 نخله ملتصقين في بعض وانتاجهم عالي جدا. ملتصقين جذر واحد ونوع واحد يعني مش فانا مصور كل الحاجات اللي انتقاد ليها صوره في مكان، مصور نخل من غمره وطارح بزرعه لان الناس بتقول التلوث بتاع الطرق هياثر على النخل. غمره منطقه شعبيه ومكتظه بالسكان، مكتظه بالسيارات 24 ساعه والنخل مرتفع القامه ففي بعد بينه التلوث والجو ليه دور في عمليه التنقيه، والنخل بالمناسبه اعلى الاشجار تنقيه للبيئه. جميل. نيجي نرجع للكيلومتر. لما انا هفرض على يفترض ان انا مسافه 8 متر 8. يبقى الاتجاه الواحد على مدار الكيلو في 125 نخله. فانا الطريق رايح جاي في اتجاهين، يعني 125 125 يبقى انا عندي 250. العوده في الناحيه الثانيه بخلاف الجزر اللي في الوسط، الجزر الوسيطه بين الاتجاهين، العودة الثانية عندي 250 نخلة، يعني أنا في الكيلو على مدار الاتجاهين عندي 500 نخلة. لما النخلة تنتج من 250 كيلو ل 500 كيلو بلح، يبقى أنا لو افترضت إنها 300 كيلو بلح للنخلة الواحدة، لو أضربها في أقل الأسعار ودي مش موجودة حاليا في 5 جنيه على أساس إنها بيع للطن، يعني مثلا إيراد النخلة حد أدنى في أسوأ الأحوال وأقل أنواع البلح 1500 جنيه. لما أضرب 1500 جنيه في 500 نخلة، أنا بتكلم لو ضربت 1000 جنيه في 500 نخلة بنص مليون. طبعا. هخلي الجزء الباقي مش 1500، هعتبر ال 500 تكاليف رعايه النخله طول العام. يبقى انا عندي في الكيلو الواحد نص مليون جنيه حد ادنى في اسوأ الاحوال ارباح لكل كيلو. لو ضربت من القاهره لاسكندريه 200 كيلو في بتكلم في 100 مليون جنيه. ما شاء الله. يعني دكتور ندى نقول ان النخيل من الاشجار الاكثر استفاده من الناحيه الاقتصاديه، يعني النخيل أول بشكل كبير جداً. اول حاجه احنا عندنا الميه دي اهم حاجه. لو انا فقدت المدخلات، دراسات الجدوى يعني تثقفت في كل الانشطه. فلو انا فقدت المدخلات مفيش مخرجات، مفيش مشروع اصلا. طيب انا عندي الميه بالنسبه للوطن العربي او بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه، احنا كل شويه عندنا خوف من مشاكل الميه. طب احنا عندنا شجر الزينه والاشجار اللي في الشوارع يعني بتستهلك ميه اكتر من النخل بكتير جدا. يبقى اول حاجه هو مشروع يستهلك ميه بشكل قليل جدا بخلاف ال3 شهور الاولى للغرس. يعني هننقل نخلة عمرها 3 4 سنوات، في الأول بتحتاج ري كل يوم بنسب معينة، بعد كده ممكن كل 3 شهور، ممكن كل 6 شهور، والنخلة بتتناسب مع كل أنواع التربة. بنشوفها على ضفاف الأنهار وبنشوفها في الصحراء لو حد زرع قصاد منشأة، بنشوفها قدام المكاتب وقدام المنشآت. فالنخل أول حاجة ما بيستهلكش مية. تاني حاجة ما بيتساقطش ورق في الشوارع. لما اتكلمت قبل كده أن قلنا نستبدل شجر الفيقس بشجر فاكهة وليكن برتقان أو يوسفندي أو رمان، الناس اعترضوا قالوا هيسقط ورق بيعمل زبالة في الشوارع. طب ما الشجر احنا بنقصه بيعمل ورق وبنجيب له عمال وبيتكلف أكتر من كده. فده جانب. اتجهت الفكرة بعيد عن الانتقاد خالص اللي هو فكرة النخيل.
والنخيل بيضيف للاقتصاد القومي وعنصر غذائي هام يعني فيها كل الفيتامينات. فالنخيل اول حاجه ما بيسقطش ورق في الشوارع، ثاني حاجه ما بيحتاجش رعايه غير التقليم مره واحده في السنه، ثالث حاجه النخل كله قيمه، البلح بمنتجاته بانواعه بيبدا من 5 جنيه بيصل ل 25 جنيه و30 جنيه زي النخل البلحي مثلا. النخل الجريد او الزعف بيستخدم في صناعه المقات وفي القبعات وفي الاخشاب وفي الاقفاص لتعبئه الفواكه. لما فيش اي تساقط لاي حاجه في الشارع يعني بيفضل ثابت. حتى النخله لو احنا قطعناها الساق بتاعتها لها استخدامات خشبيه معينه، يعني حتى النخله لو لو ماتت النخله لها فايده. فانا بتكلم عن منتج، والنخله ذكرت في القران على حد قراءتي 23 مره تقريبا، ونخله زرع شجره مباركه وذكرت في القران بمواضع معينه. وعندنا مثال العراق، لو بصينا للنخل والتمر يعتبر مشروع اساسي داخل الدوله. فانا بتكلم على مستوى الجمهوريه وعلى استثمار الطرق لسبب واحد بس، ليه اخترت الطرق؟ احنا عندنا طاقه متاحه غير مستغله. انا لو جيت انشات مكان في الصحراء او في الجبل هعمل طرق وهعمل انشاءات وهعمل تكوين للارض، لما انا عندي الحاجات دي موجوده بالفعل. ودي جت من فكره من عهد سيدنا يوسف عليه السلام لما حصل تقشف في مصر، فاوصاهم باستخدام الاصول المتاحه بدل ما ادخل في مشروعات جديده من الصفر. مش بستبعد اي مشروع، لا انا ببدا في المتاح، وممكن بعد كده مستقبلا اتوسع في تعمير الصحراء بالنخل. واحنا عندنا النخل انتاجه عالي جدا، اقتصاد مرتفع جدا بيحسب بالمليارات. زي ما حسبت ان النخله، انا اسف بقطع عليك الكلام، زي ما حسبت النخله ان انتاجها حد ادنى واقل انواع النخل 1500 جنيه، فالفسيله او الشجره اللي عمرها 3 سنين او 4 سنين بتبدا من 900 جنيه. ده التكاليف الاستثماريه بتاعت النخله، اضافه لتكاليف ايه غرسها والكلام ده. برضو في ناس قالت لي ان شبكه الري على مدار الطرق بالكيلوات دي كلها بتتكلف كتير جدا. احنا هنبدا بالاماكن القريبه من مناطق المياه والاماكن السكنيه، وفي نفس الوقت هنستخدم عربيات الرش اللي رشوا الطرق هي تروي لنا النخل. لما نشوف المشروع وجديته نعمل بعد كده شبكه ايه طرق. انا مش عايز اموال الدوله تنفق هباء، ده كل تركيزي في المشروع. انما المشروع ليه مراحل وليه اتجاهات وليه برنامج وليه كل حاجه، ده يظهر في الدراسه اذا تم طلبها من اي جهه. انا على استعداد اسهر ليل نهار من اجل خدمه مصر. يعني حضرتك يا فندم عامل دراسه كامله ومتكامله لهذا المشروع؟ دراسه مبدئيه، ممكن اعمل دراسه تفصيليه كامله اراعي فيها جانب التلوث وجانب البيئه واراعي فيها جانب الطرق واراعي فيها الجانب الامني. والنخله بالمناسبه مهمه جدا في حاجه، لو حصل تغيير في الطرق النخله تتنقل، واذا كان حتى عمرها 30 سنه ما يحصلش فيها اي مشكله. وبالنسبه لعمر المشروع احنا بنتكلم عن دلوقتي في فكر جديد اللي هو الاستثمار من اجل الاستدامه. شجر النخله ممكن تصل ل 150 سنه عمرها، فاحنا بنتكلم في مشروع هيخدم اجيال وراء اجيال. يعني احنا ممكن نغرس النخل النهارده كلنا منه وما كلناش منه، بس اكيد 100% الاجيال القادمه هيكون مشروع قومي من الدرجه الاولى. طبعا هيضيف لكل ده احنا هنشغل فريق عمل. ممكن يبقى في مشكله حاطط في الدراسه ازاي يتم حصد الثمار وازاي يتم المحافظه على الثمار. النخل لا يقبل العبث في الشوارع لان ارتفاعاته عاليه، صعب حد يتعامل معاه. اكيد احنا داخل مجتمع فينا اشخاص عندهم وطنيه وانتماء، وفينا اشخاص عندهم لا مبالاه مش عندهم عدم وطنيه، وفي ناس بتحب بطبيعتها ثقافتها العبث بالاشياء. فانا بعدت خالص عن الاشجار الصغيره والكلام ده كله واتجهت للاشجار المرتفعه. وفي نفس الوقت انا ممكن ببساطه جدا عشان ما احملش هم اي مشكله اجيب شركات مقاولات زراعيه او المشاتل او اي جهه تستلم الخط ده طول العام، واقول له مثلا بدل ما هتشتري النخله ب 1500 انا هديها لك ب 1000 بس تكفل برعايتها طول العام، هينام جنبها. يعني عشان ما اخافش على المشروع يقول لك ده مشروع عام وهيتبهدل والكلام ده كله، لا انا عامل في الدراسه كل الاحتياطات لكل السلبيات. ما بعمل دراسه جدوى بدرس السلبيات الاول قبل الايجابيات. قبل الايجابيات طبعا، لان معالجه وده صح طبعا. ده ما معالج السلبيات اقدر اقول ايجابياتي، انما ما ينفعش اقول ايجابيات وانا اصلا على قواعد غير سليمه. هل يا دكتور الاشخاص اللي حابين ان هم يعني ينتموا لهذا المشروع ويعملوا معاكم في هذا المشروع يجب ان هم يكونوا على درايه وخبره بالعمل الزراعي، خصوصا حضرتك بتتكلم على نوع من الاشجار وهو النخيل، فده بيبقى محتاج اشخاص متخصصين في التعامل مع الشجر؟ احنا اللي هنستعين بشركات المقاولات الزراعيه، ونستعين بكليه الزراعه ووزاره الزراعه،
وممكن نستخدم الشجر وعمليه تشجير كتدريب لطلاب كليه الزراعه الفرقه الرابعه. فرصه حلوه جدا ان هم يتدربوا بشكل عملي. الطالب احنا عندنا التدريب دلوقتي، الطالب هو في سنه ثانيه في ثالثه في رابعه، بيصل رابعه بكل تركيزه انه يتدرب عشان يعمل عمليه، لان احنا مش هننكر عندنا بعد بين التعليم الاكاديمي والواقع، ودي مشكله احنا قابلناها مهنيا، مشكله عاليه جدا. فاحنا ممكن نعتبر المشروع سلاح ذو حدين، تدريب وانتاج في نفس الوقت، وده هيضيف حاجات كتير جدا. واحنا بنتكلم على مشروع قومي هيشارك فيه كل الاتجاهات. الجانب الثاني الجانب السكني ده هيخضع لمشاركه شعبيه، وانا اقترح يبقى عندنا هيئه في مصر اسمها هيئه النخيل، تتبع وزاره الزراعه او تتبع وزاره الاوقاف او تتبع الشؤون الاجتماعيه والتضامن الاجتماعي. يعني ده بقترحه، هيبقى فيها كل المتطوعين او كل المساهمين في المشروع يقدروا يحطوا اقتراحاتهم ونظرياتهم وتبدا تطبق بشكل جوهري. وفي نفس الوقت المشاركه الشعبيه ان شاء الله كل فرد يتبرع لمصر بنخله يزرعها قدام بيته ويكتب عليها اسمه. يعني في بدائل كتير، بس انا بحافظ على وقت البرنامج. حضرتك شايف ان يعني احنا في نهايه برنامجنا، طبعا وقتنا جري سريعا مع حضرتك، ولكن احنا سعداء ان في مشروع قد يكون تكلفته يعني كبيره شويه، ولكن اهدافه كبيره جدا من الناحيه البيئيه والناحيه الاقتصاديه واستثمار الطرق، وايضا الـ يعني العائد اللي هيجي لنا من طبعا نخيل البلح اللي تم طبعا او اللي هيتم ان شاء الله باذن الله تعميمه في الشوارع وكثير من الطرق. انا بشكر حضرتك جزيلا على وجودك معنا، واتمنى لك كل التوفيق. شكرا دكتور طه رمضان الخبير الاقتصادي. شكرا يا فندم. مشاهدينا بشكركم على حسن متابعتكم لينا في حلقه النهارده، بتمنى تكون حلقه عجبتكم، وان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم على الف خير. شكرا لكم، الى اللقاء.